مباشرة من المحل ديال السي محمد النعيمي بمدينة وتزم، يعني اللي كيبيع الآلات ديال الخياطة اللي تكلمنا عليهم، الآلات آخر ما كاين في الماكينة، يعني الموتور انتيغري إلى آخره. بغينا السي محمد يتكلم لنا بالمناسبة ديال المسابقة ولا الجائزة، راه غادي نقتنيوها من عند السي محمد وغادي توصل، يعني فين ما كانت يعني هذه الفائزة هذه راه غادي توصلها الماكينه ديالها، باعتبار ان السي محمد كيتعامل مع الناس على الصعيد الوطني، يعني اي مدينه كيصيفط لها ماكينه وكتوصلهم. وبغينا السي محمد يتكلم لنا على الطريقه يعني كيفاش ممكن اننا نوصلوا انك تصيفط الماكينه حتى لاي مدينه، وباش تكلم لنا على المواكب هادو الجداد اللي كاينين دابا. بالنسبه خويا عطيف لهاد المواكب اللي خارجين دابا، سيساعدوا النساء دوك المبتدئات على التحكم في السرعه. بالنسبه لي انا على حساب التجربه اللي تجيني هنا للمحل، تيتشكاو من هذاك الموتور كبير، تيقول لك تنحط رجلي السرعه سريعه بزاف. دابا خرجوا هاد الماكينه انتيغري، التحكم في السرعه، التحكم في الابره واش تكون لتحت ولا الفوق، يعني غتساعد المبتدئات مزيان ان شاء الله. وبالنسبه للمسابقه، بالنسبة للمسابقة تنبغي نحيي خويا عطيف على المسابقة التشجيعية خصوصا للنساء المبتدئات، وإن شاء الله فيما كنت يا الأخ ديالي في المغرب كامل من طنجة حتى للقويرة غادي توصلك الماكينة حتى لباب الدار ديالك إن شاء الله، أما عن طريق أمانة في البريد البوسطة أولا نصيفطوها لك من درب عمر في الكامل ان شاء الله. وممكن حنا نمشيو تنوصلوه ان شاء الله. ان شاء الله. لكن شي مدينه قريبه. لكن شي مدينه مثلا هنا في في, في قريبه هنا مثلا نقولوا خريبكه ولا نقولوا تادله ولا من المناطق اللي قريبه ولا خميفره ولا تفاس حتى هي لما لا نمشيو ليها، كاينين عندنا الاصدقاء تماك ونوصلوها حتى الباب ديال الدار. اذا تنشكرك السي محمد، خليكم هنا باش تشوفوا الفيديو وتعرفوا على باقي الالات ديال الخياطه وتعرفوا حتى على العنوان. حنا صورنا لكم يعني دخله انطلاقا من الشارع باش تعرفوا على العنوان، وغادي نخليكم الرقم الهاتف ديال السي محمد والعنوان ديالو باش انكم تتواصلوا معاه في حالات الى احتاجتوا شي حاجه. السلام ولا عليكم. ولا احتاجوا اخويا عطيف حتى المساعده ديال الميكانيك ولا مثلا هذا الالكترونيك، مرحبا بهم وما يتردوش ويتواصلوا معايا ان شاء الله، ونحلوا لهم ان شاء الله جميع المشاكل اللي تكون عندهم في الماكينه. شكرا سي محمد، حنا غادي نخليو العنوان ديال سي محمد وغادي نخليو التليفون ديالو. السلام عليكم. اذا هنا باش ندير واحد التعليق على انواع ديال الماكينه، سي محمد مشكور حاول انه يورينا بعض الالات، بعض الماكن، بعض المواكن اللي انا صراحه كنصح يعني جميع الناس اللي مقبلين على انهم يقتنيوا الماكينه، من الاحسن ياخذوا هذه الماكينه الجداد، لانهم دابا هذوما هذه هي الاله ديال العصر، الماكينه ديال العصر اللي هي سريعه وفيها بزاف ديال المزايا، فيها بزاف ديال الحوجات اللي زوينين. هنا اف 3 اف 3 هي ماكينه انتيغري، هذه الورقه ديال سميتو ديال الكارانتي، هذه فيها الكارانتي 3 سنين هذا الاف 3. فهنا سي محمد كيحاول انه يعرفنا على الماكينه، يعني هذه الاكسيراتون ديالها غادي يبرونشيها وغادي يخدمها قدامنا باش نشوفوها كيفاش دايره. يعني بالنسبه ضروري ضروري خصنا نشوفوها واش خدامه عاد كنقتنيوها، يعني بالنسبه اللي بغى يشري ضروري خص يقلب الماكينه، يعني يسيها سيها عند المعلم تما باش ما ملي توصل عنده مثلا الى صيفطها لي ولا شي حاجه، ملي توصل عنده ما تكونش شي حاجه يعني وقعت في الطريق ولا شي حاجه. وهنا غادي اذا من الاحسن نسي الماكينه ديالي قبل ما ناخذها نشوفها واش خدامه. هنا سي محمد كيورينا ان الماكينه يعني راه فيها الطابع، يعني السميه ديالها راه مطبوعه فيها. بالنسبه يعني الماكن اللي ولاو دروك ولا عندهم ديك الطبعه لتحت كتجي لتحت، اما الاخرين الاولين كانت تجيهم في الجنب. وهادو بعض الالات اللي عنده السورجي، عنده جميع الانواع ديال الماكن، عنده حتى الكمبيوتر، غير ان المغازان يعني صغيره ما خداتش ليه بزاف ديال الماكن.
والعنوان راه حطينا لكم يعني بالنسبه اللي بغاو يتواصلوا معاه. بالنسبه لسي محمد راه تيمكن يصيفطك الماكينه لاي مدينه، يعني راه كيتعامل مع الناس كاملين. وانا شخصيا خديت منه بزاف ديال المواكن بالنسبه للبنات اللي تيقراو عندي، تناخذهم مواكن من عند سي محمد، يعني كلهم تيصفقوا لهم زوينين وغارانتي. والسيد صراحه يعني كيتعامل مزيان، مشكور من هذا المنبر كنشكرو بزاف، لانه باش انك فعلا باش تكسب الكليان يكون عندك واحد سميتو، تكون عندك واحد السمعه طيبه، خاص دائما يكون التعامل مزيان. وهذا هو اللي التمسناه في الاخ ديال سي محمد. هذه الماكينه جاكي الاولى شفناها اف 3، كاين الاف 4، وكاين واحد شويه الفرق بيناتهم، وكاين يعني كاين الاف 1، يعني فيهم بزاف ديال بزاف ديال لي مارك وديال الاسماء، ولكن كتبقى ماكينه انتيغري. وهذا موتور غادي يشرح لنا خويا عطيف اللي بغى بحال الاخوات اللي بغى يتهناو من الصداع، وهذا عندهم ماكينه عاديه وفيها موتور كبير في الصداع في الطاجيت وتياكل الضوء. هذا خرج غيركب لينا في نفس البلاصه ديال الموتور الكبير عندنا. هو عنده داك ثلاثه البيسات فوالا عندنا هنا، هي هنا عندنا هنا ديال الضوء تياكل 550 امبير، ماشي سالي واط ولا غير امبير ديال. وعندنا هنا تلقى الزائد والناقص، هنايا هنا تنزيدو السرعة وهنا تنقصو السرعة، وهنايا تيكون واحد البروغرام. هذا ممكن تا السورجي نركبو، تا السورجي تا هي اللي عندها موطور كبير تا هو يركب ليها، ولكن هنا البروغرام اللي كانت هادي كتقلب تتقلب من هنا من هاد البي ان اس السورجي مقلوب فيها الخدمة السورجي مقلوب. هذا راه هو مزيان ديال الاخوات اللي بغاو يتهناو في الدار، ما يبقاش عندهم الباجي في الدار والخدمة خاطرهم، وحاجة مزيانة وفيه الكارانتي. فيه الكارانتي كاين جاري وكاين جافي. وريو الماكينة من الفوق، هو هذا باش خدام جاري. جاري دور لهم اللي باش تشد له السلية. يعني داك البروغرام اللي عندك ديال الطرز نفس الشركه اللي تصايب لها الباتي لهذا الطاكسي لهذا عام. مثلا كاين واحد انا بغيت نمشي للشينو بغيت نطلبهم اسم، نقول لهم ديروا لي مثلا في ابن صالح ولا واتزام ولا كتب لها السميه على السميه. اما هي نفس الشركه تتعامل مع بيبي كامل نفس السميه تتبدلها. وهذا المكان واش اش ممكن تقول لنا على هذه الماكينه هذه؟ خويا عطيف اللي غنمكن على هذه الماكينه، تبارك الله من احسن الماكينات هذه. خويا عطيف بالنسبه للطرازات يعني سهلات يعني بزاف، هي راه ممكن غتضر هذيك الطرازه اللي كانت تطرز بالماكينه ديال الرباطي، ولكن هذه خرجات باش تسهل المأموريه على ديك السيده اللي عندها امكانيات ماديه باش تاخذها، راه مزيانه ليها يعني باش كانت البياسه تاخذ ليها واحد الوقت كبير باش غتصايبها. هذه صد فواحد الدار في واجيز طريق قصير وجميع الطرزات، وكاين حتى الاتقان ياك والاتقان من الطراز الرفيع. انا ما كنشوفش انه غادي يضر الطرازه، لان كتبقى هذيك ماكينه وهذيك ماكينه. مازال فاش كنطرز بليد مثلا غنقولوا راه مابقاش الطرز ديالي، ولكن تبقى الماكينه هي الماكينه النيت. لا عاد دابا كاين شي وحدين هما تيردوها بحال هكا تيقول لا ولا هما كاين شي وحدين عاوتاني في اطار ديال المنافسه تيقول لك ودي غدور هذيك الصناعيه وشحال وقفتو ديال العيالات ما تلاهوش تيخدموا مني ولات هذي. ولكن هذه من ناحيه الاتقان من ناحيه الجوده والسرعه، وجميع الرشاميت تخدمهم بنفس الطريقه باش كانت تخدم هذيك السيده باش كانت تخدم وتخدم لك زائد الكاسكيطه لي تي شورت عاوتاني دير لك النايك الاديداس جميع الاشكال والانواع ديال الطرز ديالو. بالنسبه لهذا المرمى كتبدل ليك هذه تتبدل وتداروا ليها كبيرة يمكن نديرو لا هذه عندنا المقاس ديالها
35 في العرض وعندنا في الطول ديالها 50 سم. بالنسبه اللي خيار راه مزيانه يحطها في المحل ديالو راه تساعدو باش غيبقى هو غادي خارج عنده داك مول الكمبيوتر غيطرز غيحطها هو يخدم بها الخدمه ديالو خاصه الناس اللي كيديروا انتاج اللي تنتج اللي عنده انتاج راه واحد السيده واحد خويا البهجة تبارك الله راسها خفيف خفيف اميمه سميتها اميمه فاس فاس ومسكينه عندها واحد الحراره تاع ما تهضرش ولكن تلقات واحد الدرس في ظرف وجيز صيفطات لينا الخدمه اللي وراها داك الاستاذ ديال الفورماسيون والله الا دارتها دارتها هي دارتها وسبحان الله على هذيك السيده داك الشيء اللي الله نقصوا ليها عطاه ليها قوه في الذاكره ديال العقل ديالها والانتاج دابا خليناها تنتج لماماها خياطه تما تتصايب ليها وغتاخذ من عندنا ان شاء الله هاد الماكينات that you'll take it into her side.